يا ميت اهلا وسهلا بالرجال. بيعلم الله انكم شرفتونا، والله يخلف على زعيم حارتنا ابو داغر زعيم حاره الاناي يلي هو بفضله سمعنا هالجمعه الحبيبه اليوم. نحن اليوم كلياتنا مجتمعين هون لحتى نفرح مع بعض باستقلال بلادنا، ولحتى نفرح كمان مع بعض بتعيين ملكنا الملك فيصل ابن الحسين الله يطول عمره. سمو الامير فيصل لما دخل البلاد وشكل حكومه الركابي قال انه هي الحكومه مؤقته، ولما بتستقر البلاد بدنا نشكل حكومه دائمه. وعد ووفى، والحمد لله امور البلاد من حسن الى احسن. اي والله الحمد لله، هيك ارتاح بالنا وخلصنا من العصملي وصار شورنا من راسنا. بلزم الموجودين. بالعكس يا عمي ابو الدهب، هلا صارت مسؤوليتنا اكبر واتقل. اي نعم الزعمات لعبوا دور كثير كبير ايام العصملي، بس هلا نحن دورنا صار اكبر واهم. لازم نساعد الحكومه لحتى نثبت للعالم كله بانه نحن فينا نمشي امورنا لحالنا مثل ما قال الملك. هذا دورنا كلياتنا. يا سلام عليك، فعلا يا جماعه كلام المتعلمين بيطلع مرتب. اللهم صل على سيدنا محمد وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات الله عليهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، آمين، أو نضل في هداك، آمين، أو نضام في سلطانك، آمين، أو نضطهد والأمر لك، آمين. يا أبي الله يرضى عليكم، المسبحة ما بيصير تبقى بلا مادنة، ما بيصير تبقى بلا مادنة. بتفرط يا أبي بلا مادنة، بتفرط حبات المسبحة. حسن وصل الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. الله يرضى عليك يا ابني. تفضلوا يا جماعة. شو ابدا غير؟ والشيخ عم يقول انك فهمت شو بيقصد الشيخ عمر. هات نورنا. قصده انه يكون في زعيم واحد للحارات كلها يا ابو الدار. بدي اشرح لك شو يعني استقلال. هلا ليكي نحن هون مين عم يحكمنا؟ والي عثماني، عصملي يعني، معين من وين؟ من اسطنبول. هلا هي الشغله بطلت، هلا سوريا هي اللي بتحكم حالها، يعني واحد سوري هو بيشكل حكومه وهو اللي بيحكم وخلصنا، ما عاد في عنا لا عصملي ولا غير عصملي. ايه ها يا عيني على ربك ما احلاك، سوريا ما بيحكمها الا السوريين. لك يا عيني ان شاء الله الف مبروك يا ما بتون. يلا توبليني ما خلصتوا تعالوا. اي يا مو خلصنا. فتحية جيبي الصحون. يا مو سالم ظافر. يلا يا مو ليكني ليكني. مساء الخير. مساء الخير وتقبلني. مساء الخير يا ابي، مساء الخير يا مو. اهلين. عسى هذيك النار. يا ابي عدم مؤاخذة يا ابي، كلام الشيخ عمر ما دخل بمخي مزبوط. طلعت على اوضتي وقعدت اصفن اصفن اصفن، والله ما انحسبت معي. هلا يعني الزعيم ما له كلمه على حارته، يعني عدم مؤاخذه انت داغر الزعمه، يعني الزعيم هو بده يكون الكل بالكل. ايه يعني حتى زعم الحارات كلها يا بي. لك شبكم ما عم تفهموا علي، عم اقول لك اللي بده يكون زعيم على الحارات بيكون زعيم علينا كمان، فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميسر يا رب العالمين، عليك اتكلت وإليك أنبت، ما شاء الله كان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين الله شيخي. الله يرضى عليك يا ابني يا دياب. الله يخلينا إياك يا شيخ أحمد. وأهلا أهلا، السلام عليكم، يعطيكم العافية. أبو كامل جوا. تفضل شيخي تفضل. أبوك شلونه؟ الحمد لله. أهلين يا شيخي. يا ميسر يا رب. أهلين. بسم الله. وينه بصب القهوة؟ وينه؟
السلام عليكم ورحمة الله. أهلين شيخنا، تفضل. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا شيخ أحمد، تفضل تفضل. يا جماعة شو هاي الزعيم على الحارات كلها؟ يعني هو بيكون زعيم على كل الزعماء. يا حبيبي وانت شو لك كان أخي؟ زعمة لما فزعها. لا يا أبو دياب، شيخ عمر مو هيك قصده. لكان شو قصده شيخي؟ هات لشو فهمني اياها، انا امي ما بفهم. على سلامتك يا ابو دياب، بس الشيخ عمر قصده انه نتقرب من بعضنا، نكون اخوه على السراء والضراء. ونحن هيك؟ ليش؟ مين قال غير هيك؟ صلي على النبي اخي ابو دياب وخلي الشيخ احمد يفهمنا. يعني نحن نقعد ببيتنا ما عدلنا طعمه او منصير خدمه شيء تحت ايده، هو بيأمر ونحن مننفذ. لك مو زعيم زعماء؟ زعيم الزعماء. يا لطيف، شغلة كتير كبيرة. مين كان بأرض الديار؟ جميلة عم تشطف مع أمينة. شلونك أنت اليوم؟ بأنظارك أخي، الله يخلي لنا إياك. وين اختفيت؟ مين؟ جميلة لمرت حسن. عم بتعاون أمينة بالتعزيل، بعدين اليوم قال بدها تطبخ لك ششبرك. على قد ما بتحبك هالبنت، على قد ما بتهابك، أول ما تسمع حشتك بتلاقيها هربت. الله يجبر بخاطرها. آمين يا رب. أنا رايح، بدك شيء جيب لك شيء معي. سلامتك أخي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح جميلة، جميلة طلعي. فتح. راح عمي؟ راح. لك والله أخي بحبك. وأنا كمان بحبه كتير، الله بيشهد علي كتير بحبه. طيب ليش بتهربي أول ما بتسمعي صوته؟ آه ما بعرف. أروح روح، بدي أشطف. اشطفي. بسي إبقابك، بسي إبقابك لتاخدي برد. بسي. سلام 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 سلام. وحد الله صلي على النبي يا اخي. يا فوزي هات ثلاثتين زيت فرتين صابون لهون على السرير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين بعمي أبو الدهر. لك الله محيي لي ربوك يا ابن الأصول. تسلم عمي. لك إن شاء الله هيك بفرحتك بصبي يكون مربى مثلك. الله يسمع منا. يا بي أنا جيت لك عشان تيجي تشوف الموسم وتنقي اللي بدك إياه، كله صار بالكياس. أبو الدهر من بعدك ما حدا بينقي وما حدا بيشوف، كل شي بتبعته بينحط على الراس. علي ما علي ما لك طالع من هون لنفطر سوا. ابو الدهب بدنا ندخل الكوران على الحارة مثل ما دخلته على بيتك. ايه والله احسن يا اخي، هالكوران ضو حلو، بعدين بنخلص من زيت كاز ومش حاره. خلاص انا مشتغل لك عليها ولا يهمك. الله يعطيك العافية. الله يخليك. واللي فهمته انه هذا الزعيم بده يكون له صولة وجولة، وكلمته ما بصير تنتين عند العالم من كبيرة لصغيرة. وسمعت كلام تاني ما كتير فهمته،
بس هذا اللي علق مخي. شو علي؟ ما قلت لي يا ابو دياب ايش معنى الشيخ عمار؟ ما قال قصده لحدا من كل الزعامات الا لابداغر خصناص. ابو داغي شلون يعني؟ سلامتك، كاني عم غني بالطاحون ما ايه؟ انسى. السلام عليك على راسي يا ابن مستوى. والله يلا عن اذنكم. اهلين استاذ فارس، الله معك، مع السلامة. اهلين استاذ فارس، السلام عليكم اخي. اهلين وسهلين. اهلين تيسير باشا، شو هاد وشك لما ضو القمر؟ والله راحت علي نومي. فطرتوا؟ قول تغديتوا. اهلا وسهلا لك، انا لقيت بدي غطي عليك قدام ابوك. ايش بدك تضل تسمني يا الموشح كل يوم لك اخي؟ يعني اذا كان المحل ابونا لك اخي منطنش وما بنسال؟ اخي انت ليش هيك عم تفسرها؟ لانه ما بتتفسر غير هيك لك اخي. الله يعينك على مستقبلك واخرتك. يا سيدي ما كانت ابي بتكفيني لولد ولدي الحمد لله. الله يديمه فوق راسنا. لازم نعترف بفضله، جدي وزعيم الحارة، بس العترة اللي مو عارفان قيمة النعمة اللي عايش فيها. حمدي يا اخي شو مالك ناوي تشتغل؟ لا والله يا اخي مو جعبالي، وعندي مشوار ضروري. هات اعطيني اجرتي خليني اتيسر. ايه على راسي. شرف ابي شرف. تسلم والدي. يلا سلام. الله معك. تعال عندي حمدي.